وحدات عسكرية روسية مسلحة بصواريخ ذات قدرات نووية تتوعد موسكو بنشرها الخريف المقبل على بعد نحو 3000 كيلومتر شرقي العاصمة. اللافت في الأمر أن هذه الوحدة ستكون مدعومة بصواريخ عابرة للقارات من طراز سارمات، أو كما يطلق عليها اسم الشيطان 2. يمتلك هذا الصاروخ الذي يعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فريدا من نوعه القدرة على إيصال رؤوس حربية نووية متعددة من الممكن أن تصل إلى حدود الولايات المتحدة. يتميز شيطان روسيا إلى جانب قوته الفائقة ومداه البعيد جدا بقدرته على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة فرط صوتية، بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية، ما يجعله واحدا من أخطر الأسلحة الصاروخية في العالم حتى الآن. يشكل الصاروخ جوهر الردع النووي الروسي، ويبلغ مداه نحو 18,000 كيلومتر، ويمكنه أن ينطلق بسرعة قصوى تبلغ 25,500 كيلومتر في الساعة، وهو قادر على حمل حمولة نووية كبيرة بما يكفي لتمحو منطقة بحجم تكساس. صممه وبناه مكتب تصميم الصواريخ التابع لمركز ماكييف، وسمي على اسم شعب سارماتيا في القرنين 4 و5 قبل الميلاد، ويعتقد أنه أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات لدى روسيا. وبوجود هذا الصاروخ في المدار يمكنه استهداف عدة مواقع على مساحة جغرافية كبيرة، وإطلاق الرؤوس النووية في أثناء مرورها فوق أهدافها، وتسقط تلك الرؤوس على الأرض بسرعة كبيرة تناهز نحو 7 كيلومترات في الثانية.